رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. الفينيرز أو القشور الخزفية هي عبارة عن قشور رقيقة. في الفترة السابقة شفنا الكثير من المشاهير حتى غير المشاهير توجهوا لهذه التقنية، لكن هناك الكثير من عنده أسئلة بخصوص هذا الموضوع. راح نتكلم أكثر عن الموضوع تحديدا مع طبيبة الأسنان الدكتورة أمل كمال عبد القادر. صباح الخير. صباح النور. أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً. يا أهلا مرحبا فيك. طبعاً في البداية نبي نبتدي مع شلون نعرف أو من هم الأشخاص اللي مو محبذ أنهم يستخدمون هذه التقنية. طيب السؤال فعلاً من أهم الأسئلة هاي اللي دائماً بنلاقيها بالعيادة، إنه كل الناس صارت شايفة الفينيرز، كل الناس حابة تحسن ابتسامتها، فالكل مفكر إنه كل الناس كاندريتس أو مرشحين لهاي الطريقة. مو كل شخص أكيد. لازم الكشف الأول نشوف كيف شكل الأسنان، كيف وضع اللثة، صحة الأسنان وصحة اللثة نفسها واختيار المريض حتى يعني شخصياً. كل هاي عوامل بتعتمد احنا بتاثر في اختيارنا للمريض ولاختيار الفينيرز. فمثل هذه التقنيه مو صالحه الى الكل، لابد انها تكون موجوده بعض الفحوصات، بعض يعني بالزبط. الامور اللي ممكن ان نراقبها على اساس انه بعدها بالزبط. نحدد هل انت تناسبك او ما تناسبك. صحيح بالضبط، لازم اختيار اشخاص معينين محددين لهي التقنيه. نعم. دكتوره ممكن نتجه هنا لسؤال اخر، اللي ما يقدر يسوي الفينيرز اليوم، هل في حلول بديله بالنسبه للمرضى؟ طيب هو فكرة مين ما يقدر يسوي الفينيرز هي overall الكونسبت عامة الكل يقدر يسوي الفينيرز أو شيء مشابه للفينيرز، بس لازم خطوات معينة من قبل ذلك، سواء اختيار تقويم أسنان، تعديل العضة، تعديل مشاكل صحية ثانية بالأسنان، هاي الأشياء. يعني في خيارات كثيرة جدا جدا تعتمد على كيف شكل وضع صحة الفم والأسنان المريض نفسه. يعني نرجع حق بداية التشخيص ممكن دكتورة بالضبط. وهو اللي يحدد لنا اتجاه العلاج بالنسبة لأي مريض. تمام. أكيد كل تقنية لها عيوب ولها آثار ولها يعني العيوب اللي تخصها عن غيرها. لو نتكلم عن هذه التقنية شنو العيوب اللي ممكن إن هي تؤدي لها؟ شوفي، ما هي مش التقنية نفسها لها عيوب، هي زي أي شيء بالعالم إذا تعمل بطريقة غير صحيحة أو على أيدي غير متخصصة بالضبط أكيد بتنتج مشاكل ثانية. اختيار خاطئ للحالة من الأول، تشخيص خاطئ، عضة خاطئة، وضعها بطريقة وسمك خاطئ، تفاصيل كثيرة ممكن هي تبدأ تأثر في مشاكل للمريض نفسه بعدين. يعني ممكن خطأ بسيط لكن يكون تبدأ سلسلة مشاكل مستمرة للمريض لا نهاية لها إلا تبديل ثاني الفينير أو إزالتها تماماً في بعض الحالات. دكتورة، ممكن في فترة اللي فاتت ممكن سمعنا بأنه يتم تقشير جزء من الأسنان لعملية الفينيرز، هذا الشيء يعتبر عيب نقول أو يعتبر ممكن يعني شيء لازم يعرف المريض قبل ما يقوم بهذه الخطوة، لأن أعتقد لا رجعة من بعد عملية تقشير. حقيقة صح، بس خلينا نحكي هي مش إنه الفينيرز نفسها كونسبت بيصير فيها تقشير السنة، زي ما حكينا نرجع تاني لمرحلة التشخيص. في أجزاء، في أنواع أو طريقة معينة ما بنحتاج نبرد الأسنان، وهي في حالة اختيار قد تكون نسبة نادرة شوي. أسنان صفتها ممتازة، اللثة وضعها ممتاز، ما محتاجة أي تعديل، فقط محتاجة نسكر فراغات بسيطة من هنا ومن هنا، وقتها من غير أي نحت، من غير أي برد للسن. بس في حالات تانية أكثر من الأساس لجوءك للفينير لالتفافات معينة، لتصليح أشياء عيوب معينة بالأسنان، قد نحتاج أو نضطر أنه نبرد أماكن بسيطة أو معينة، أنجلز معينة من الأسنان عشان نوصل للتصميم. دكتورة، يمكن نبي نسلط الضوء أكثر على الابتسامة اللثوية اللي هي جامي سمايل، نبي نعرف شنو العلاجات اللي ممكن أن يتم استخدامها فيها. This is a very another هذا سؤال ثاني مهم جدا. الجامي سمايل هي، خلينا نشرحها اولا، اي احد بتحس انك لما بتبتسم بتبين اكثر لثتك اكثر من حجم الاسنان، يا اما اسنان يكون حجمها صغير، يا اما اللثه نفسها يكون فيها نمو زائد مغطي على الاسنان، هي اكثر شيء بنلاقيها بعد حالات التقويم، مشاكل بالفك وراثيا، في تفاصيل كثير بتكون اسبابها، فكيف نشخصها حسب ايش السبب فيها، هل هو تقويم الاول، قد نحتاج نساوي جراحه، هي كل هالتفاصيل بنعملها طبعا عند الدكتور محمد خير غني عن التعريف، هو بنتعاون معا في قبل اختيار الفينيرز، بنبدا في الاول بتصحيح الابتسامه اللثويه او تصحيح التقويم ومن ثم اختيار الفينيرز المناسبه. نعم. دكتوره، ممكن خلينا نتجه لسؤال
فيما يتعلق في الفينيرز تحديدا، تقليل من مخاطر الفينيرز، او بمعنى او يمكن كان سؤال اصح، شلون نحافظ على هذا العلاج لاكثر فتره ممكنه؟ أول شيء هو تصليح المعتقد السائد أن أول ما نحط فينيرز أو تركيبات أو ابتسامة هوليوود أنت كده غطيت أسنانك وخلص حميتها تماماً. هو بالعكس، الفينيرز هيها زي أسنانك، نفس الاهتمام، نفس التسوس ممكن يصير كمان على الفينيرز، نفس مشاكل اللثة ممكن تصير. فأنت طالما عملت هذا الاستثمار واهتميت بهاي الدرجة، نفس اهتمامك بالأسنان العناية الدورية لكل 6 شهور لازم نسويها بالفينير وبالتركيبات. يعني ما تغني، لابد ان احنا نكون مهتمين بشكل دوري مثل ما ذكرتي. يمكن الاشخاص اللي يحتاجون الى تقويم، هل ممكن انهم يستبدلون التقويم بالتركيب الفينير؟ في حالات معينه، حكون معك صادقه، في حالات معينه جدا جدا بسيطه كمان، خلينا نحكي اذا احنا حنكون جدا واضحين مع المرضى، انه ممكن تستبدل. بس انت حتى اذا ناويين نعمل فينيرز، بفضل دائما انا تصحيح الابتسامه بطريقه احسن، عشان ما نضطر نرجع للسؤال الاول نبرد من الاسنان كثير. كثير من المرضى اول ما بتتعدل الاسنان، رتبنا صفتها، رجعنا ابتسامه طبيعيه، بيكون قمه الرضا بابتسامته بهذا الوقت. فساعات كثير بعد ما بنبدا خلاص هو وصل للمرحله اللي هو مبسوط فيها، هيز هابي بابتسامته، خلاص ما بيحتاج يوصل للفينير. جميل. ممكن ارجع على العنايه دكتوره، يعني العنايه يمكن سبب في استمراريه هذه العلاج لاطول فتره ممكنه. شلون ممكن احنا نعتني في المنزل بحيث ان اسناننا يعني تكون نظيفه، تكون بلا شوائب، وممكن تاثر حتى داخليا على العلاج اللي سويناه؟ شوف، حرجع تاني لتأكيد منطق نقطة معينة، إنه وجود الفينير هو نفس اهتمام وجودك بأسنانك، نفس طرق التفريش، لازم نهتم باللثة أكثر. أنت عادة، أنا دائما بنصح المرضى يشوفوا، شوف ابتسامتك، شوف في شيء معين حاسس مختلف فيه، إحساس معين حاسس ما كان موجود. دائما خليك واعي إنك تبدأ أنت تعرف إيش الجديد بابتسامتك، أو إيش الغريب، إنك تقدر تراجع الدكتور تبعك. فكل هاي الأشياء اكيد مع الديلي روتين، التفريش، خيط الماء، خيط الاسنان، كل هاي الاشياء لازم تكون من الروتين اليومي مع الفينيرز، لازم. يمكن الاشخاص عقب ما يسووا مثل هذه التقنيه دائما يحاسبون يبونها تتم يعني اطول فتره ممكن، على اساس انها هي يعني ما تخترب او ما يصير فيها يعني اي ضرر. ماكولات ومشروبات ممكن ان هي تاثر على الفينير، شنو هي يعني شنو هي اهم المحاذير اللي ممكن نقولها؟ شوفي، خلنا ما نحكي مشروبات، لان هي هاي ميزه من ميزات المميزات الفينيرز، ما تاثر عليها المشروبات ما تتصبغ زيها، تفرشها كل شيء بيرجع بيرفكتلي فريش، ما تمتص لما تتعمل بطريقه صحيحه. مره ثانيه ااكد، لا تمتص الشوائب، لا تمتص التصبغات بالاسنان. ولكن لما نيجي نحكي ماكولات او اشياء معينه، في سلوكيات معينه هي تكسر اسنانك، تكسر الفينيرز، تكسر اسنان طبيعيه، حتكسر حتى مهما كان نوع الفينير اللي انت عملته، الاشياء اللي ممكن تكون صعبه يعني. بالضبط، اشياء صلبه، فتح العلب، عادات معينه بنساويها في حياتنا اليوميه، هاي الاشياء لازم نحاسب يعني عليها، على اساس ان هي ما تنكسر وما تتضرر في النهايه، زيها زي اسنانك، وقد يكون عنايه اكثر انك وصلت لحلمك في الاخير، ابتسامه لطيفه. فمن بعد ما وصلت لا 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 نرجع لورا مره ثانيه. هذه ممكن مثل قضمه التفاحه دكتوره، اللي يقول لك لا تاكل التفاحه دايركت، يعني حاول تقطعها، لان انت في النهايه يعني انت لازم تهتم في الاسنان. هذا كونسبت صحيح، بس يعني خلنا ما نحكي انه هو 100% صحيح، لانه لا عادي فيك تاكل. هي كفكره يعني لكن تمشي على جميع ما نفتح علب. بالضبط. لكن دكتوره ذكرتي قبل شوي المراجعات الدوريه، يمكن الانسان اللي ما عمل اي شيء حق اسنانه ممكن يهمل المراجعات الدورية كل 6 شهور حقيقة. أو كل يمكن 3 شهور، لكن اللي بالنسبة للفينيرز متى هي ممكن المراجعة الدورية المؤكدة اللي لازم يسويها؟ الأكيدة ومليون بالمئة لازم تتم كل 6 شهور في أول ساعات، يعني أغلب المرضى في أول ما بينحط أنا بفضل أشوفهم تاني بعد شهرين، بعد 4 شهور، بعدين نرجع لكل 6 شهور. ليش؟ نتأكد إنه هو تعود على ابتسامته، عارف how to brush، كيف ينظفها، كيف يستخدم الخيط، مبسوط فيها، سعيد، كل هاي الأشياء. وبعدها بندخل على المتابعة الطبيعية الدورية، نحافظ عليها تماماً. ممتاز. يمكن دكتورة بعد ما يتم تركيب الفينيرز يمكن تصير في حالات تسوس أسنان، في مثلاً التهاب العصب، فهل
يعني بامكانكم ان انتم تعملون هذه الاجراءات بس بعيد عن ضرر الفينير نفسه؟ اكيد مليون بالمئه. الفينير في الاخير خلينا نوضح انه هو قشره خارجيه للسن، فمن الداخل هي فكره الاهتمام بالاسنان تبعك وانت حاطط عليها فينيرز، هي اسنانك الطبيعيه من داخل. في كل حالات علاجات العصب لا قدر الله، تسوسات، اي شيء بصير، بنقدر نتمكن انه نوصل للسن ونعيد العلاج، نعمل كل اللي احنا محتاجينه من غير ما حتى نخدش الفينير نفسه، لانه في الاخير احنا عندنا طبقه السن داخليه من داخل السن ما عليها هذه الطبقه. تمام. ولو صار مثلا يعني بعض من الاشخاص صار عندهم شوي ضرر في الفينير نفسه، هل يتم يعني تصليحه او انه يتم اعادته كامل؟ لا شوفي حكون معك فيري فرانك، لا الخطا انه يتم تصليحه الا لو لوقت معين، في ايفنت معين، في شيء ارجنت يعني طارئ جدا محتاج المريض يوصل له. بس اتس سيراميك اتس اي ماكس، في الاخير اول ما بينكسر لازم يتم استبداله بطبقه جديده، لانه الخدش خلص بيكون صار في التركيبه نفسها تبع الفينير، فيكون على الضرس نفسه بالزبط. مو على الكامل. لا لا تقدرون انها بالضبط هي بتتبدل وبتحط مكانها واحد من غير ما تضر السن مره ثانيه. نعم. ابدا. دكتوره ممكن البدائل قبل شوي ممكن تحدثنا عنها، لكن اليوم خلينا نتحدث عن تبييض الاسنان، ما هي ممكن احدث التقنيات اللي تستخدم في هذا الاجراء؟ اوكي شوف انا بحب جدا تبييض الاسنان لشيء معين، انه في نسبه كبيره جدا جدا من المرضى كمان حرجع نفس فكره التقويم، اول ما بنوصل بيكونوا جايين حابين انه ابتسامه حلوه صحيح. فاول ما بيوصلوا صار اهتمام بالاسنان، صار لونها مرتب، خلص وصلوا لابتسامتهم اللي يحلمون فيها. بنيجي بس على اختلافات معينه دواميه التبييض نفسها، هو دائم مو دائم؟ التبييض للاسف مو دائم، فبيحتاج عنايه. وبندخل في حته التاثر بالاكل والشرب والمشروبات، هي عيب التبييض مش الفينيرز. فلو العادات الغذائيه، المشروبات، التدخين، هاي الاشياء كلها يعني شوي نسبتها اعلى من الطبيعي، اكيد بيحتاج الانسان يعيد التبييض اكثر من مره بالسنه خلينا نحكي، وممكن وقتها نتوجه انه اوكي خلينا نروح لشيء دائم اكثر هو الفينيرز. بس طبعا التبييض من افضل الاشياء الحمد لله انه موجود بالاسنان. وشلون بالنسبه الى التبييض المنزلي اللي يكون بالقوالب؟ شوفي هو التبييض المنزلي عادة تركيزه أقل. أنا شخصياً بالعيادة ما أحب أنه أعتمد عليه هو فقط لحاله، ولا أعتمد على تبييض العيادة لحاله، دائماً بفضل أنه يكون كامل مع بعض، نبدأ بتبييض العيادة ونكمل على التبييض المنزلي عشان نضمن ثبات أكثر للتبييض نفسه بعد ما إحنا خلصناه. الشيء الثاني، لما أنت تعطي المريض تبعك قالب يستخدمه بالبيت حتساعد أكثر إنه هو يضل محافظ على تبييضه فترة أطول وأطول وأطول، ما يحتاج يرجع يعيد اللزوم نفسه أو تبع العيادة نفسها في أقل من 8 شهور أو 6 شهور، فبتحفز كمان. دكتورة حالياً إحنا فترة الصيف ممكن دائماً في فترة الصيف تزيد الأعراس بالنسبة يعني احتفالات ونسبات، فخلنا نتكلم ممكن عن الفينيرز ونربطها بهذه المناسبات. إيش كثر ممكن اليوم الشخص اللي حاب انه يحتفل بمظهر مختلف انه يسوي هذه الاجراء؟ سؤال ممتاز، انه هي اغلب على فكره اغلب الاناث خلينا نحكي بيجوا قبل ايفنت معين كبير ضخم في حياتهم، اما تخرج او زواج او خطوبه، اكيد بيضمن تغيير كامل للابتسامه، لانه انت اول شيء بتشوفه بوجه اي انسان ابتسامته، كيف ابتسم، لو في عيب اول شيء عينك حتيجي عليه، لو في ابتسامه مرتبه نظيفه اول شيء حتيجي عليه عينك كمان ازال، فاكيد اكيد تفرق اكيد. بس متى يعني ممكن دكتوره يعني ايش كثر الفتره قبل؟ ما افضل انا قبل بفتره قصيره لسببين. الاول ممكن نحتاج احنا زي ما حكينا خطوات ثانيه من اول التشخيص لعلاجات معينه، لاحتياج تقويم مثلا، احتياج تعديل ابتسامه لثويه، اشياء ثانيه ممكن نحتاج نساويها، لازم تحتاج وقت تساعد تعافي اللثه، تعافي الاسنان قبل ما نوصل انه نحط التركيبات. اول ما بنوصل مرحله التركيبات هي كمان تاخذ شوي وقت، ما يعني ما يصير في خلال 24 ساعه مثلا ولا حتى خلال اسبوع. معدل ايش كثر ممكن دكتوره؟ خلينا نحكي اذا فقط انت مباشره جاهز لفينيرز ممكن يوصل لاسبوعين اقل شيء. نقول شهر لضمان افضل نتيجة. وكمان هي الشهر اذا كل شيء مرتب يعني ما في تدخلات اخرى. اكيد في النهايه دكتوره يعني شاكرينش على هذا الموضوع المميز، خصوصا يعني اعتقد شريحه كثيره يمكن كانت عندها مجموعه من التساؤلات. طبيبه الاسنان الدكتوره امل كمال عبد القادر، كل الشكر. شكرا شكرا جزيلا. شكرا.